بالنسبه للموجه ديال الراي، انا كنظن انك كتعرفي الراي لي جون، يعني الى لي جون غناو الراي ماشي مشكل، غير هي انا كنأكد على واحد المساله، هي ما تخليوش يعني ما تخليوش الراي يمشي لواحد الموجه اللي هي بحال الراب او بحال يعني كتبعدوا على الراي. يعني مثلا انا كنشوف مثلا دابا الراي كله ولا كيتغنى بلوتوتين بواحد لاباغاي، مني كتغني بها كتولي بحال الروبو. الوغ لا، حاولوا تعطيونا صوتكم ونسمعوا اشنو الكلام تو يتفرز، يكون موضوع، يكون واحد سوجي زوين كيعالج شي حاجه اللي كاينه، حيت الراي هو انا بديت به، جادور كنموت عليه. لا مي انا ماشي ضد لوطوتين، حتى انا كنغني بها، حتى انا مره في لي سواغي ديالي وكذا كذا، لكن بغينا نسمعوا الراي مي يكون نقي وكلام جميل. ذكرونا في شاب حسني، ذكرونا في نصرو، ذكرونا في شاب خالد، ذكرونا في الاغاني ديال الراي اللي تبارك الله ميمو الوجدي، تبارك الله كمال الوجدي، رشيد بالرياح، كانوا ما شاء الله بوشناق. حتى الراي كيتغنى في الافراح، حتى الراي كيتغنى في الافراح ضروري. شحال من عروسه مثلا هاد الصيف هذا خدمنا سبيسيالمون على ود اغنيه سيداتي، يعني ماشي غير الشعبي اللي كيوكل الخبز، حتى الراي تبارك الله ولا كيوكل الخبز، يعني ماشي لا. وكنهدد حتى العيالات اللي كيقربوا شي حاجه ماشي ديالهم، مثلا كنقولها كاري كاري هذاك حبيبي ديالي، انا كنحاول ما امكن نخرج داك الشيء اللي في قلب المراه اللي ما قدرتش تخرجه، كنقولوا بلساني وصافي. مي قريب غادي نخرج شي حاجه اللي ما تعجبش الرجال. موضوع شويه اللي هو صعب، صعب باش انا نغنيه، خصوصا انا كنبقى ديما محبوبه وعزيزه على، لكن بغيت شويه نخلي الرجال شويه تتفيق، ماشي كلهم، البعض منهم، لكن كنتمنى رسالتي توصل، كنتمنى. هو جوج كلمات باغا نوصل رساله للي دايرين فيها رجاله مخبلين البليه وراء اللحيه، كتكذب عليا، باغي تبين ليا بلي انت راجل وانت في امورك حاصل، اختك كتعطيك، امك كتخدم عليك، با كيضرب تماره ويمد ليك، بقاو متابعيني باش عرفوا الديسك من بعد. ما كنظنش ان كاين شي تعليق فريمون قاسني، لان كنعرف راسي اش كان سوا. ولي داز عليا في اغنيه تعطيني ساكي، ما غاديش يدوز الله يحفظه الهلاي يكرروا عليا مره اخرى. يعني هذيك التجربه ديال عطيني ساكي خلاتني تعلمت انه اللي ما كيوصلش العنب كيقول عليه حامض، عادي بالعكس، الا ما هضروش وما تكلموش وما فضفطوش غتعرفي راسك انت ما ناجحاش ما كايناش، حيت كاين الناس اللي كتعبر على المحبه بالحب، كاين الناس اللي كتعبر على المحبة بالشد والشتم والكذا، ما يمكنش يرد الشتيمة بالشتيمة، أنا إنسانة تربيت على الأخلاق، وقبل ما يكون الفن خصو يكون إنسان متخلق. زيدوا كتبوا وزيدوا علقوا، كنموت عليكم، سواء كتبتوا عليا مزيان، سواء كتبتوا عليا خايب، المهم كتجبدوا زينة الدولية. ما كاينش مقارنة ما بين زينة أو أي شخص آخر بدون ذكر الأسماء. ما كاينش مقارنه، علاش؟ لان كتبقى الفنانه زينه الداوديه، كانت كتغني الراي، كانت كنغني الشعبي، مغاربيه الحمد لله، حققت ذاتي في الراي، حققت ذاتي في الشعبي، دابا في الاغنيه المغربيه الحمد لله، شتي ولدك عليا غدا مزيان، دابا تشوف، يعني ما كاينش مقارنه، لكن كنقول انه اللي ليه الفضل في الاغنيه المغربيه باش وصلت، عدد من الفنانين، ماشي غير فنان واحد، منهم ما شاء الله الفنان اسماء المنور، هدى سعد، حاتم عمور، سعد المجرد، بزاف ديال الاسماء اسمحوا لي الا ما ذكرتهمش، ولكن باينين على رؤوس الاصابع اللي خلاو الاغنيه المغربيه تكتسح الاسواق الخليجيه او العربيه. ما شاء الله هادو كلهم راهم غناو الاغنيه المغربيه. الوداد البيضاوي كيبقى فريقي المفضل، لكن كنبقى مغربيه، كنموت على كل الفرق المغربيه، يعني ملي كيكون العلم ديال الوطن المغربي كنشجعو، كيف ما كان رجاوي، ودادي، المغرب فاسي، الفتح، اي فريق كنشجعو، لكن ملي كيكون الوداد كنشجع الوداد البيضاوي. بصراحه الروح الرياضيه خصها تكون شويه حاضره، لانه واخا يكون خوك وانتيا كتلعبي مثلا في الوداد وخوك في الرجاء راه غتبغي تربحي نورمالمون، ياك لا ميم شوز. نورمالمون انا كنت في الديفونس، ديما كنت اريير سونتر، يعني ديما كنحمي الشبكه كيف ما كنحمي دابا المراه. وكنت كنطلع الماركي، يعني كنت كنعاون لي زاتاك هما، كنت كنعاونهم، وكانت عندي واحد الاسلوب في اللعب زوين، يعني داكشي علاش اختاروني يكون انا مدافعه.
والو. كنت دايري والو؟ ما عنديش، ما كاينش وقت، ما كاينش يعني. الحمد لله كاين اللي كيطيبوا داك الشيء، معولة على الحاجة الله يخليها ليا مسكينة. كناكل من يديها قليل يعني، إلا لقيت راسي بغيت ناكل شي حاجة من يديها، ولكن قليل ما قليل ما. بالنسبة أنا كنهضر كمرأة، بالنسبة لأي مرأة ما حدا غادا وكتكبر وهي كتنضج، أنت راك عارفة انت مرأة يعني، مثلا كنكونوا صغار كنكونوا لا مباليات يعني، ما كنديوهاش في بزاف الحوايج. من بعد كتطوري كتخطبي، خاصك تردي بالك على ود الخطيب. من بعد كتزوجي خاصك تردي بالك على ود الزوج. انا يمكن بشويه بشويه كنحاول يمكن اني نغير في اللوك ديالي، كيف ما كنجتهد حتى في الفن ديالي وفي الميدان ديالي كنحاول نجتهد شويه باش نكون عند حسن الظن اللي كيبغيو يشوفوا ديما زينه الدوديه انيقه ومزيانه وكذا. الغرامه كتكون على حسب الشخص يعني مكانته. الا كان يعني ملي غتخدمي عند انسان مثلا خدام ب 3000 درهم للشهر وكيحلم مثلا يشوف الدوديه، كنخدم له ماشي ما نخدملوش نقول له لا وكذا، كنخدم له بواحد الثمن معين. ما يمكنش تمشي عنده غادي تقول له غرم عليا او دير لا، هذيك مساله كتبقى بحال هديه كانه كيهاديك. والغرامه راه كانت من عند الناس اللواله يعني، ملي كتمشي لشي عرس كيعزمك شي انسان ولا كيعزمك شي واحد ولا بنت خالتك ولا من الفاميلا، كتمشي ديك الساعه بكري. كنا كنسمعوا فلان غرم على فلانه مثلا، هذيك الساعه كانوا كيغربوا المان تلعبانات لا بزاف د الحوايج يعني. الغرامه ماشي مشكل، سواء كانت صغيره سواء كانت متوسطه سواء كانت كبيره، هي كهديه كتقبل. هذا كيتسمى شو، احنا كنسميوه شو، وماشي ماشي 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 ممنوع عادي يعني. بالنسبه لي انا كتجيني ضاف شي حاجه، علاش لا بوركو نو؟ علاش الواحد كيتعرف؟ ما كيخالفش من اجل الخلاف، لا كيخالف باش يتعرف يعني. مثلا ملي كتلقاي مغني كيغني وحداه مثلا الجوق ديالو واقفين، راه كيما كتشوفي حتى حاجه جديده، هذا الشيء شنا حياتنا كله كنشوفوه. الوغ ماشي مشكل الى انسان جدد ودار واحد الشو ديالو. مثلا انا كنخرج بالدراري كنشطح بهم شويه القدام، كنقلب كما جا كنرجعها وتار، كنحاولوا نديروا القعده، كدير واحد الشو ديال كل واحد معروف. تبارك الله عليه مولين ما شاء الله عليه، عنده توا الشو ديالو، ولا اختار مايا راه ما شاء الله مايا راه عندها ما تقول. دارت ستيل ديالها، مايا دارت ستيل ديالها، عجبت الناس، عندها ناسة، عندها اللي كيبغيها يعني عادي، بحالها بحال اي فنان مثلا ممكن كيبان جديد حتى هو كيولي وعنده الناس ديالو. ما شاء الله عليها انا مايا كتعجبني. ما نقدرش نقول لك، انا مين نقدر نقول لك، نقدر نجتهد بطريقه اخرى. ماشي غير دارها مولين ديرها الدو ديال، انا ما كنبغيش نكوبي كولي، انا كنبغي ندير شي حاجه. لكن لا يمنع اني الا تلاقيت معاها في شي حفله وبغات تشطح معايا مرحبا بك. الطريفه اللي وقعت لي في عرس ما ننساهاش هي، كنت جايه انا واحد المره جربت واحد الطالون نورمالمون، انا كنلبس طالون نورمال عادي. هذاك النهار الاخت ديالي قالت لي غير لبسي دومي طالون، دومي طالون راه ما غاديش مع الكمانجه وهذه ما غاديش. قلت لها انت ثيقه فيه؟ قالت لي انت لبسيه. لبسته تمشيت وجيت، بان لي داكشي مزيان. ملي مشيت وصلت لابالونس درنا لابالونس، انا لبسته في لابالونس باش ما يدينيش ويجيبني. هما من بالليل ملي بغيت نخدم في العرس، العريس ما لقاوش ليه باش يكملوا ليه المنصه ديالو، خداو من عندنا واحد الطرف. انا نورمالمون ديت على لا بالونس، راه درناه لاسين كبيره، نقصوا من لاسين الوغ ولات واحد الفتحه ما بين القدام واللور. دابا صافي مع انا طالعه والغادي العلوه وانا القانفة معليش، ولكن باش تعرفي انا سبورتيف العلوه ودرت بالكمانجه وقفت وكملتها، اقسم بالله العلي العظيم. المشكله في الشباب اللي ما بقاش باغي يتزوج، هو اللي بغيت نوصل ليه الرساله، هو اللي الاغنيه غتسناوها باش تسمعوا. لان كاين سمحوا لي الرجال على هذه الكلمه، نورمالمون كاين الرجال نتوما فيكم وفيكم يعني، فيكم اللي ما شاء الله سبع وفيكم اللي كدوي معاه كيتخلع يعني، فيكم اللي صامت بحال الجبال وفيكم اللي غير داوي غير هبال يعني. ما كاينش، انا ما كرهتش ولاد بلادي يكونوا، انا تعودت على با الله يرحمه كان ما شاء الله قاصح يعني، كيف ما قلتي الناس بكري كانوا كيقولوا كيضرب الارض كتكلم. انا هذا كنعرف الراجل خصو يكون كابابل، ما تخليوش الوقت يعني تضغط لدرجه. انا وليت كنشوف دابا مثلا بزاف الرجال، سوي با كونتخ دير الخيط دير بزاف د الحوايج، ولكن دير معايا الماكياج سا سفي با، دار معايا على المرايه، واش خليتي لي انا؟ يلاه شنو خليتي لي؟ ما خليتي لي والوغ الله يخليكم. ما ناخذوش هذيك كما كنقولوا داك الموضه، شي حاجه اوكي هادشي راه موضه ولا لا،
ديما ندخل الموضه ولكن نحافظ على الرجوله ديالي. هادشي اللي بغيت نقول، هادشي علاش قل الزواج. يمكن ان بكثر ما بغاو يموديفيو رجولتهم شي وحدين فرطوا فيها. الاب ديالي ما كانش باغي الفن بالمره، ما كانش راضي على الفن بالمره، واخر لحظه قال لي الله يهديك. لكن دائما الاب ديالي كان كيقول لي انا، حيت انا تزدت على 5 الاولاد وبنت ميتة الله يرحمها، دائما كان كيقول لي انا عارف راسي والد امراه ولكن عود مسلح، انا عارفك شنو كتسوي، لكن بنتي الله يخليك فكري لقائك مع الله، ونتمنى من الله ان شاء الله نكون في هذيك النصيحه اللي قال لي ان شاء الله تكون في اقرب وقت ان شاء الله. علاش لا؟ يعني ما كنتمناش نوصل انا مثلا واحد لاج اللي نبقى كنغني، لان انا الغنى خديته كبليزير، ما خديتوش ك الحمد لله. يعني ما حياتنا حنا كما كنقول انا بالنسبه بالله، يعني باش عايشين، ما عندناش ما خصناش، يعني ما كنظنش اني نقدر نكمل بزاف ديال الوقت الا بقيت في الحياه ان شاء الله. اول حاجه انا في السنه ما كنخدمش شهرين، يعني ما كنخدمش شعبان ورمضان ما كنخدموش. باذن الله هاد السنه ان شاء الله اللي حنا عايشينها ما عرفناش واش غادي نعيشوا ولا ما غاديش نعيشوا، ما غنخدمش 3 شهور بشويه باش ان شاء الله اوغفواغ، بشويه اوغفواغ، وانا نكون محبوبه ومازال كلشي كيموت عليا وكنقول لهم باي باي ان شاء الله. ما حدي في الدومين، انا كنعطي كل قوتي باش نكون عند حسن ظن كل اللي باقي كيستمع ليا، لكن ماشي عيب ان شي حاجه اللي كتخصني ما بيني وبين اللي خلقني، انه ان شاء الله علاش لا عام عامين قبل، علاش لا بوكو نو. يعني انا مثلا ما نبغيش لراسي نوصل لواحد لاج ونبقى كنغني، حيت خصنا شويه نعطيو وقت الله سبحانه وتعالى، لان ما شاء الله حنا كنعرفوا ما بيننا وبين اللي خلقنا شي حاجه اللي كتخصنا ما بيننا وبينه، ما يمكنش لينا نصرحوا بها اشنو كنديروا او اش كنصدقوا او اش كنزكيوا، داكشي كيبقى بينك وبين اللي خلقك. غير هي الى تكونسونتريتي مع الدين غيكون احسن، علاش لا. وصوتي انا نغتنم صوتي، يقدر يكون في الذكر، علاش لا، نقدر نذكر ها، وبدل ما نجمعوا الناس مثلا غني ولا نقدروا نجمعوهم باش نذكروا عادي ان شاء الله. الله يجعلنا متذكرين شاكرين يا رب. دنيا بهاد ما ولا بتي سنتي سكات حتى وحده، كنبوت عليكم بزوج. دنيا ما شاء الله عليها صوت ما شاء الله، حققت نجاحها بالكفاح ديالها، يعني ما جاتش وصلات الدنيا ما شاء الله عليها. ابتسام تيسكات وجه شبابي زوين، غزاله ما شاء الله عليها، يعني بزوج ما مقاربينش لبعضياتهم، يعني ابتسام عندها طريق ودنيا عندها طريق ما شاء الله عليهم بجوج.